برضو يعني اعرف هنفضل لغايه امتى في القصه دي؟ ايه الهدف من كميه المفارقات اللي في اللائحه دي؟ وليه مصممين عليها تحديدا؟ يعني انا الحقيقه بشوف، انا ليا راي يمكن ما يعجبش حد ويمكن البعض لا يتفق معاه. انا بشوف انه احنا كنا رافعين شعار مهم جدا، عدم التدخل الحكومي في الرياضه المصريه. وتحت هذا الشعار البراق عملنا قانون الرياضه، وعملنا انبثقت منه اللائحه الاسترشاديه. لكن الحقيقه انا بشوف انه الظاهري انه عدم التدخل الحكومي، لا ده في تدخل لكن فعلي كده، لكن الباطن والقارئ الجيد للائحه الاسترشاديه والبنود كتير جدا مهمه يتوقف ويتاكد بانه هناك يعني مش شبه تدخل حكومي، تدخل التدخل بالفعل الحكومي مستمر وسوف يظل مستمر. وانا الحقيقه دايما كنت بندهش ازاي الحكومه المصريه وفي مصر، يعني الانديه انت عارف ان هي تمتلكها الحكومه، يعني غالبيتها بصرف النظر انه انديه مؤجره او انديه، لكن في النهايه كانت بتعتمد على مداخيل من الحكومه في الدعم بتاعها عشان تقدر تعمل منشات وتعمل. لكن في فتره السنوات الاخيره الحقيقه يمكن النادي الاهلي يمكن كان احد الرموز المهمه جدا في تطوير الفكر التطوعي من تنميه الموارد بتاعته بشكل غير مسبوق، وفتح افرع واقامه منشات مهمه جدا. حلو. بيتحمل تكاليفها النادي الاهلي وقيمه النادي الاهلي. حلو. فانا بشوف انه اللائحه الاسترشاديه حتى الان، وعشان برضو ابقى واضح جدا، هي تؤكد وتعمق الدعم الحكومي والتدخل الحكومي في شؤون الأندية المصرية. يعني النهاردة مثلا لما تيجي تقول لي مثلا النادي الأهلي زي ما حضرتك اتكلمت فيه، حكاية فكرة أنه 12500 عضو مطلوبين عشان حضور الجمعية العمومية، ماشي خلاص احنا عدينا الحتة دي. وكان هناك اعتراضات على أساس أنه العدد ده كبير جدا في التوقيت اللي انت هتعمل فيه الجمعية العمومية. الناس زي ما قلنا قاعدين، كل واحد قاعد مع أولاده بيستعد للموسم الدراسي الجديد، وبالتالي بيقضوا العطلة بتاعتهم عشان يعني بعد معاناه موسم مهم جدا اللي عنده ثانويه عامه وجامعات. يعني برضو اي بيت مصري يا كابتن ميدو بيبقى فيه طلبه جامعات، وانت وانا وغيرنا، فبتبقى أكيد. برضو انت بتعيش نفس الحاله يعني. قلنا الكلام ده والله. فهي دي الفتره الوحيده اللي تقدر يعني تستفاد منها. حتى شغلك في الاعلام برضو بتاخد اجازه صغيره في الموسم بتعملها مع اولادك بتقضوا. ففكره انك انت تسيب كل ده وتيجي انك تحضر جامعه عموميه هي عمليه يعني فيها صعوبه شويه. لكن احنا نخطي النقطه ديت ونرجع لفكره انه يعني اللائحه الاسترشاديه انت ما قلتش انك تعملها على يوم او يومين. يعني انت صراحه لم تنص على عقد جمعيه عموميه يوم او يومين. طب الانديه النهارده اللي هي لاقيه صعوبات في جمع هذا الكم او العدد الكبير جدا من اعضاء الجمعيه العموميه، والاهلي مثال في ذلك، يعني بيفكر ازاي ان هو يتوافق مع الاسترشاديه وفي نفس الوقت انه يبقى جمعيته العموميه هي صاحبه القرار. بالظبط. فانت لما تيجي النهارده تعمل جمعيه عموميه على مدار يومين، ايه اللي هيديرك انت كجهه حكوميه في هذا الشأن؟ انا هو يعني السؤال اللي كنت اساله حضرتك كده، ايه الضرر ان انا اعملها يومين او ثلاثه؟ ايه الضرر؟ صحيح. يعني انت كجهه حكوميه يمكن حاجه انا مش عارفها يعني. يعني انت كجهه حكوميه، بلاش جهه حكوميه، انت كلجنه اولمبيه، المفترض اللجنه الاولمبيه هي المسؤوله الان عن الرياضه المصريه، وانه هي تاخد سلطات الجهه الحكوميه في الاشراف والتدخلات، وتشوف العمليه الرياضيه وكيفيه ادارتها، ولو لها ملاحظات وتتدخل فيها. تمام. ولو في مشكله هي تحلها من خلال المحكمه المفروض. تمام. تعملها وما تعملش لحد دلوقتي. تمام. يعني انت النهارده المفروض لو انت يعني انت معترض على اللائحه الاسترشاديه كنادي اهلي او كاتحاد مثلا رياضي، من هي الجهه التي من المفترض ان يرجع ليها عشان انه يعني هي تحكم وهي تتدخل في شؤون او في ملاحظات؟ اعتراض حتى ما فيش. المفترض ان يبقى في جهه محايده رياضيه من خلال ناس منتخبه، شخصيات عامه مثلا، وبتضم شخصيات رياضيه وشخصيات قانونيه، هي اللي تلجا ليها في هذه الاشكاليه عشان ما نعملش زي فكره ان احنا في حرب اهليه دايما يعني. فانا بشوف انه فكره انك تعمل جمعيه عموميه على يومين ده قرار عبقري جدا، وبعتقد انه يتسق مع القانون، لانه انت لم تنص صراحه في اللائحه الاسترشاديه على عقد الجمعيه العموميه تقول لي في يوم مثلا يعني. انت ما قلتش في يوم، ما قالش مده، ولم تحدد اصلا المكان الذي يجب ان تعقد فيه الجمعيه العموميه. لكن جرى العرف انه اي جمعيه عموميه لاي هيئه او اي رياضه ان هي بتعقد في المقر الرسمي بتاعه. طب المقر الرسمي النهارده النادي الاهلي اصبح عنده 3 مقرات، وفي ان شاء الله في الطريق المقر الرابع للنادي الاهلي في التجمع الخامس. طب ما تخلينا نقف عند النقطه دي. اتفضل. علشان نروح نشوف تقرير عن راي اعضاء جمع